إلى شأن الصحي، تتنافس المؤسسات الصحية التونسية في استقطاب المرضى الجزائريين للعلاج بتونس في إطار تطوير السياحة العلاجية التي تقلصت نسبتها في الآونة الأخيرة، مما دفع إلى اللجوء نحو خلق شركات أو شراكات بين البلدين. سابنا أبو عبلة. تراجع نسبة الجزائريين المعالجين بتونس هو ما كشف عنه وزير الصحة عبد الملك بوضياف خلال تواجده بالصالون الدولي للصحة هيلث إكسبو بتونس. مثلا لاسيميناسيون قبل اليوم كانت نسبة عالية جدا 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 تجي تخرج من الجزائر تجي لتونس. أنا مانيش ضد أن الناس تجي لتونس يا جماعة باش تكون الأمور واضحة، مانيش ضد، لكن حبيت نقول باللي الدولة وفرت هذا. اليوم راهي أقل من 30%. حسيناها احنا فأنه العوامل اللي تعداو هذوما معناتها المريض الرقم المرضى الجزائريين تقلص شوية. علاه ما تعرفوا معناتها هذه حاجة إقليمية معروفة، معناتها مشكل الأمن والمشكل تعرفوا شنو يصير في تونس اليوم. السعي وراء خلق شراكات جزائرية هو ما تسعى إليه العديد من المؤسسات الصحية التونسية على خطى من تفوق في استقطاب المرضى الجزائريين بفعل الشراكات المبرمة، كما هو الحال مع ميد إسبوار. اي يجيو معناتها يجيو بكثره، يجيو بحذنا سورتو ميد اسبوار. دونك بالنسبه للعمليات هما يقدموا سورتو على تلقيح الاصطناعي، عمليه تجميل واي حاجه تخص شيرجي جينيرال. احنا الطرف الجزائري يهمنا برشا، واحنا متاكدين اللي المواد نتاعنا يمكن تلقى رواج وتلقى قبول من الاخوه الجزائريه. اهتمام المؤسسات الصحية التونسية بخلق شراكات لاستقطاب المرضى الجزائريين يعد أولوية ترسم ورقة طريق المؤسسات الصحية بتونس لاسترجاع مكانتها بالسياحة العلاجية.